السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات هواة السليمة. نتمنكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. من بين الاقتراحات اللي كنبغيو نغيروا بهم في الشهر الفضيل، الرايب أو لا اليوغورت أو الزبادي، يعني كيكون من بين التحليات أو لا كيف كنقولوا الديسير، شي حاجة اللي هي زوينة. إن شاء الله الرايب أو لا اليوغورت العديد من الأخوات ما كينجحش معهم. إن شاء الله في هذه الوصفة هذه غادي نشوفوا معايا طريقة ناجحة 100%، وكتجي أكثر من رائعة، يجي عاقد من اول تجربه ان شاء الله. انا متاكده اخواتي بانكم الا جربتوا هذه الطريقه ان شاء الله غادي تولي معتمده عندكم. غادي نقرب لكم اكثر باش تشوفوه كيفاش داير. شوفوا معايا كيفاش داير، متماسك على هذا الشكل، يعني يوغورت العاقد، هذاك اليوغورت اللي كيكون عاقد ماشي الرايب، هذا اليوغورت او لا الزبادي بالنسبه للاخوات اللي في الدول العربيه. يلا نبداو على بركه الله في الطريقه والمراحل ديال تحضير هذا الاقتراح، فعلا كيستحق تجربه، وتبعوا معايا الخطوات البنات من الاول حتى الاخير باش ينجح معكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. المكونات اللي غادي نحتاجو لهذا اليوغورت او الرايب او الزبادي، عندي هنايا يترو ديال الحليب السائل، كنفضل دائما ديرو كامل الدسم هكا باش غادي يعطينا نتيجه زوينه في اليوغورت او لا في الرايب. كامل الدسم لتر حليب، وعندي هنايا جوج معالق كبار ديال السكر سنيده او سكر حبيبات، ممكن نديرو اكثر، لكن كل ما كانت عندنا كميه ديال السكر اكثر الا ما غاديش ينجح معنا الرايب، لانه ما كيجيش عاقد بزاف. هاد النقطه فايت مشاركاها مع الاخوات اللي معايا في القناه من البدايه، يعني في اليوغورت السابق عندنا شحال من يوغورت في القناه، ودائما كناكد على هاد النقطه، والاخوات اللي عاد التحقوا نحاول انني نوضح لكم الا كان عندنا السكر كثير الا واليوغورت ما كيجيناش عاقد بزاف. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال حليب بودره او حليب مجفف، وعندي علبه ديال يوغورت او ولا ديال زبادي. هنايا مذاق الفانيلا ممكن ديرو طبيعي، لكن ضروري انه يكون عاقد هكايا فاش غادي نفرغوه ان شاء الله غادي نشوفوا معايا القوام ديالو. بالنسبه لليوغورت اللي كيكون خفيف كنصح به دائما في الكيك، لانه كينجح معنا الكيك، وهذا العاقد كينجح معنا اليوغورت او لا الرايب. عندي هنايا ساشي او سكر منسم بالفانيلا وزن 7.5 غرام، ممكن نديرو ديال البودره الا توفر لكم كيعطي مذاق احسن، انا ما توفرش. بسم الله، اول حاجه غادي ندير الحليب ديالي في الكاسرول، غادي نضيف معاه الساشي ديال السكر منسم بالفانيلا، وغادي نضيفو جوج معالق كبار ديال السكر. كيف قلت ممكن اكثر، لكن كنكتفي بهاد جوج معالق كبار، وكيبقى لكم الاختيار. غادي ندير الحليب ديالي فوق البوطه ويدينا يتحرك حتى غادي يذوب لينا السكر، وفي نفس الوقت غادي يغلى لينا الحليب. واحد النقطه، اول نقطه غادي نبداو بها، الحليب خاصو يغلى شويه ويعاود باش يتبخر لينا من هذاك الماء اللي فيه، يعني واخا كيكون عندنا كامل الدسم ضروري كيكون فيه الماء. غادي نديرو فوق البوطه كيف كنقولوا، وغادي نخليه يغلى، منين كيكون تيفيض نردو معاه البال، مره كنهزو شويه ولا كنقصو يغلى ويعاود. غادي تشوفوا معايا، كتعرفوا ان الحليب ضروري ما كتكون فيه واحد الكميه ديال الماء، هذا الشيء علاش كنغليوه ونعاودو باش كتبخر منه ديك الكميه اولا ديك النسبه ديال الماء. ولو دوك جوج معلقات اللي كيكونوا زايدين ولا معلقه زايده في الحليب ضروري نحاولوا اننا نتخلصوا منها بطريقه ديال انه يغلى ويعاود حتى كتبخر لنا ديك الكميه ديال الماء. بالنسبه للحليب المجفف ما غاديش نحتاجوه دابا، وهاد الزبادي اولا اليوغورت ما غاديش نحتاجوه دابا. وبالنسبه للاخوات اللي سولوني بالنسبه للحليب المجفف الا ما توفرش ممكن انكم تستغناو عليه، غير هو كيعطي واحد القوام اللي هو عاقد اليوغورت اولا الرايب بصفه عامه. يلا ها هو يبدا كيف كنقولوا كيغلى، غادي نخليه مره كندير يديا باش ما يفيدش، وكننقص ليه درجه الحراره على الاخير. شوفوا معايا البنات الحليب كيف كنقولوا غلا وكيفيض، ولكن هنايا منين كنبقى ندير انا يديا بهذا الفوي هكا صافي ما كنخليش لافين انه يطلع، وفي نفس الوقت راه كيغلى ويعاود. مره كنهزوا يدينا اولا كنهزوا عفوا الكاسرول، كنبعدوها شويه على النار، وحنا ناقصين درجه الحراره باش الحليب يتخلص من ديك الكميه اللي كتكون فيه زايده ديال الماء. بهذه الطريقه هذه مره وجوج بهذه الطريقه حتى كنحسوا بانه تخلص من الماء وبقى عندنا الحليب صافي. صافي منين كيفيض وكيعاود كيف كنقول صافي غادي نخليها. الوقيته اللي كيكون الحليب ديالنا كيبرد غادي ناخذ هنايا جوج معالق كبار بسم الله ديال الحليب مجفف او الحليب بودره،
غادي نضيف عليه هاد اليوغورت اولا الزبادي اللي كيكون عاقد. شوفوا معايا البنات خاصو يكون على هذا الشكل، كيكون عاقد ما كيكونش خفيف بهالطريقه هذه. كاين انواع فيه، المهم حاولوا انكم تاخذوا هذا العقد وداك الخفيف، حاولوا انكم تخليوه دائما الكيك كينجح الكيك بواحد الطريقه اللي هي زوينه، كنفضلوا دائما وكنخدم به دائما معكم البنات. هنايا غادي نضيف هذا الساشي ديال السكر منسم بالفانيلا، درنا وحده مع الحليب ودرت هنايا وحده لان هادو ما كيكونوش مجهدين بحال الفاني بودره. وهنايا غادي نحيد هذه الفراره هذه كي كنسميوها بسم الله، غادي نحطها هنايا على جنب. وهنايا بهذه الطريقه كنحاول انني نقص درجه الحراره من الحليب، يعني نبردو شويه القياس اللي نديرو الصبع ديالنا ونتحملوا درجه الحراره صافي كيكون هو هذاك، يعني نحاولوا اننا نهبطوا درجه الحراره ما يكونش بارد وفي نفس الوقت ما يكونش سخون. الا كان سخون راه غادي كيف كنقولوا يقتل لنا الاختمار ديال هذا اليوغورت اللي درنا، وهذا هو اللي كيروب لنا الرايب او لا الزبادي ديالنا اللي كنصايبو دابا، خاصو يكون دافي كيف قلت وجهد اللي نتحملوا درجه الحراره كيكون فايت واحد شويه انه دافي. الا غادي نهز منه واحد الكميه بحال هكا جهد واحد جوج مغرفات، وهنايا عندي الفوي باش غادي نجنس هاد الحليب بودره مع اليوغورت مع الحليب، نخلطهم مزيان ما يكونش عندنا كويرات، غنزيد واحد شويه. البنات بغيتكم تشوفوا حتى اليوغورت اللي صايبت في القناه، راه كاين في القناه بمذاق الفراوله او لا بالفراوله اللي كيوجد في ساعته يعني اكسبريس، وجربوه البنات ولقوا استحسان ديالهم، يعني سريع التحضير ما كنخمروه ما كيخليوه لا يبات لا والو، مباشره كنساليو منه كنديروه في الثلاجه صافي وكنبداو نتناولوا فيه. ان شاء الله غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، شوفوا حتى هو تستافدوا منه ان شاء الله في الشهر الفضيل، تغيروا به بسم الله صافي. وغادي نضيف هاد الخليط هذا للحليب ديالنا بهذه الطريقه، نحاولوا دابا ما نبردوش هاد المكونات هذا، غير نجلسوهم مع بعضياتهم وغادي نرجعهم نفرغهم هنايا باش يجيوني ساهلين انني نكبهم في الكويسات. وهنايا عندي الكيسان ديالي اللي غادي نديرو فيهم الرايب، ممكن تاخدو الكيسان الصغار او لا الكبار. خرج لي هنايا خمسة ديال الكيسان من هاد القياس هذا. وهنايا عندي هنايا هاد العلبة هادي هي اللي غادي نخمرو فيها هاد الرايب هذا بسم الله. نجيبو واحد العلبة اللي تكون غادا تتسع لينا اولا تهز لينا ديك الكميه ديال الكيسه اللي صايبنا. بعض المرات ملي كنبغيو نديرو طنجره ديال الضغط ما كتكونش كبيره وكنديرو كميه كبيره ديال الكيسان، ممكن اننا ندوبلو اولا نضعفو الكميه ديال الحليب، يعني باش غادا تصايب لينا واحد الكميه كبيره ديال اليوغورت وما كتسعناش في طنجره ديال الضغط. بهذه الطريقه هذه يعني في هذه العلبه هذه ان شاء الله غادي نصايبو كميه كبيره ديال الرايب. هي عندي الماء مغلي وكنديرو هنايا في هاد العلبة هادي بسم الله، كنبدا نفرغو في الجوانب. غادي نقرب هنا باش يبان ليكم بهاد الطريقة هادي. وهنايا فاش درت الماء الكافي لهاد الكويسات هادو، يعني جهد ليكون نصف الكاس وصلوا الماء، غادي ناخذ واحد سريبيته اولا منديل ديال المطبخ بحال هكا يكون نظيف، وغادي نديرو هو الاولاني. ممكن انكم ديرو ورق المطبخ، يعني داك السيرفيات ماشي ورق المطبخ اللي كنديرو للفران، لا لي سيرفيات كنديروهم هما الاولين. علاش؟ باش ملي كيكون عندنا داك البخار ما كيعاودش يهبط لينا على الكيسان، يعني فاش كنديرو حنايا البلاستيك غذائي مباشره كيهبط داك الندى على الكيسان وكيكون عندنا الرايب فيه الماء. انا غادي ندير البلاستيك فوق من هاد السريبيته هادي كيف ما يمكن لكم ديرو لي سيرفيات كيف قلت الورقيه بحال هكا، ممكن ديرو غير بلاستيكه عاديه غير ميكا عاديه قسموها على جوج وديروه
غادي ندير من هاد الجهه ونعاود نخالفهم باش تكون كلها مغطيه ليا بالبلاستيك. وكنجيب هاد الغطاء ديال العلبه ديالي وغادي نسد عليها من جناب. ملي كيكون عندكم الورق كتجيكم القضيه سهله، لان المنديل خاصو يكون رقيق باش يتسدوا لينا حتى هاد الجوانب هادو، يعني العلبه خاصها تسد مزيان بهذه الطريقه. ها انا سديتها، واخا عندها سريبيته راني سديتها من هنا صافي. وغادي نغطيها بواحد كيف كنقولوا المانطا. شوفوا معي هنا سديتها واخا فيها هاد بهذه الطريقه هذه صافي. غادي نسدها مزيان وغادي نغطيها بواحد المانطا ونخليها على جنب. غادي نخليه تقريبا واحد 6 السوايع حتى 8 السوايع. البنات الا فوت الرايب الوقت ديالو يعني في الاختمار ديالو راه كيرجع مر كيف كنقولوا، كيولي فيه مذاق ديال الحموضه، ما خصوش يفوت القياس ديالو. وهالمانطا ديالي باش غادي نغطي هاد العلبه هذه اولا هاد الكويسات باش هكا يختمر اولا كيف كنقولوا باش يروب. المده ديال الاختمار ديال هاد الرايب ما بين 6 السوايع حتى 8 السوايع. الا فوتنا ليه كثر راه كيعطينا واحد النتيجه عكسيه، يعني كيولي عندنا هاد الرايب اولا هاد اليوغورت فيه واحد المذاق ديال الحموضه وكيدير الماء من الفوق. يعني باش غنعرفوه انه واجد كنجيبو بيدينا بحال هكا كنقيسو هاد العلبه هادي اولا هاد البواطه، كنشوفو الماء ديالها راه برد ونشوفوها انها بدرجه حراره المطبخ صافي راه كيكون واجد. وديك الساعات كنحلو عليه ملي كنلقاوه متماسك كنديروه في الثلاجه حتى كيبرد ونتلاقاو ان شاء الله في الشكني. بعد ما دازت 6 سوايع على تخمير اولا اختمار هذا الرايب هذا اولا هذا دانون لانه عاقد، بغيت نديرو في الثلاجه ولكن قلت عين حتى نوريكم باش تعرفوا علاش حنا كنديرو هاد التوب عفوا هاد التوب هذا. شوفوا معايا لو كان كنديرو غير داك البلاستيك الغذائي راه كله مندي، ما عرفتش واش غادي يبان لكم، كله فيه الماء ما كيبانش ولكن راه كله فيه الماء، داك الماء كيهبط لينا على هاد اليوغورت هذا. نتمنى يكون تيبان لكم بحال هكا الا قطرتو ها هويا، يعني هاد البلاستيكه هادي عامره بالماء. هادشي علاش كنديروا هاد المنديل هذا ودائما نحاولوا اننا نزيروه بهذه الطريقه هادي باش ما يهبطش لينا فوق الكويسات. انا لقيتو رايب وفي نفس الوقت ما بغيتش نديرو في الثلاجه، قلت عاين حتى نوريه لكم مباشره بعد ما نحيدو، يعني باقي ما درتوش كاع في الثلاجه وبغيت نوريه لكم هكايا يعني متماسك قبل ما نديروه في الثلاجه. وهنايا مرات عليه 6 سوايع مضبوطه صافي، الماء كنلقاوه بارد على هذا الشكل. شوفوا معايا شوفوا البنات كيفاش داير، ها هو باقي ما درتوش في الثلاجه، انا حيدته من الماء مباشره ما بغيتش نديرو في الثلاجه حتى نوريه لكم. شوفوا معايا كيفاش داير عاقد ومتماسك، كنتمنى يكون تيبان لكم. ها هو يا مازال ما درناش كاع في الثلاجه صافي. انا غادي نديرو دابا في الثلاجه حتى غادي يزيد يبرد، يعني هاد النقطه هادي وضحتها لكم علاش كنديرو التوب اولا كنديرو هذاك الورق يعني النشاف ديال المطبخ هكا باش كيشرب لينا داك البخار. وكنتمنى يكون بان لكم اللمعه فيه لان ما فيه حتى ديك النقطه ديال الماء اللي كتكون فوق منه اولا كتكون على الوجه ديال الرايب اولا ديال. نبينو لكم كثر هويا باقي. شوفوا البنات انا بالنسبه لي كنقيسو دافي لان الماء يلا حيدته منه، وها هويا ممكن تناولوه مباشره. انا غادي نديرو في الثلاجه يزيد يبرد ونوريه لكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرايب اولا اليوغورت اولا الزبادي اولا دانون. انا غادي نسميه دانون لانه فعلا كيجي عاقد بحال دانون اللي كناخذو، وحسن اننا مصايبينو على يدينا. اكيد غادي نوريكم القوام ديالو. البنات ردوا البال فاش قلت لكم كنديروا ديك السريبيته هكا باش ما كيكونش عندنا الماء فيه نهائيا، وحاولوا انكم تتبعوا المراحل كامله، يعني حاولوا انكم تغليوا الحليب مزيان باش كيتخلص كاع من داك الماء اللي كيكون فيه. شوفوا معايا البنات كيفاش داير، يعني عاقد وناشف من الفوق. وريتو لكم انا دخلتو للثلاجه برد غير واحد شويه وها هو. بالله ناخذ واحد المعلقه باش نشوفوه كيفاش داير. شوفوا معايا البنات كيكون عاقد على هذا الشكل هذا وكريمي القوام ديالو اكثر من رائع. غادي نعاود معكم معلقه اخرى باش تشوفوه لان هذه كانت صغيره وما كتجيش باينه. شوفوا معايا كيفاش داير القوام ديالو. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار اخواتي يكون نال استحسانكم، اكيد ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا اخواتي في الله. خليت لكم الراحه في امان الله الى اقتراح اخر ان شاء الله.